فجأة كثير ترى دقيقة دقيقة وين رايح يا فارس أكثر واحد مستضيف اللي ما أدري مشكلة ما تكون شو اسمه طيب أحمد الحبشي اختار إنه يكون تكون مشاركته عبارة عن مقطع فيديو حنشوفه مع بعض وحنرجع لكم ونشوف رأي مدربنا الجميل والمستشار الإعلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدين الكرام، ها نحن معكم في حلقة جديدة من برنامجكم سمعنا صوتك. الليلة اللقاء مختلف لأن الضيف ضيف مختلف. الليلة يصحبنا المنشد المبدع دائما والمحلق في سماع الإبداع أخونا الأستاذ فارس السيد. حياك الله حبيبنا فارس. الله يحييك أستاذ أحمد، سعيد ومتشرف جدا بتواجدي في هذه الحلقة الجميلة، أسأل الله أن يكتب لنا قبولها. الله يعطيك العافية حبيبنا فارس. في البداية طبعا الكل يعلم أن فارس السيد متضلع في مجال الإنشاد، يمكن تقريبا قرابة 10 سنوات في مجال الإنشاد. حابين نعرف دائما السؤال اللي يطرح، بدايتك في الإنشاد. الله يسعدك، اولا شكرا لاستضافتك في هذا البرنامج، برنامجك الجميل جدا اللي صراحه اسمعكم من قبل فيشرفني اني اكون متواجد معك. بدايه فارس السيد اعتقد انه الاغلب زي المنشدين اللي يقول لك والله انا بديت في المهرجانات، بديت بداياتي في المسارح المدرسه، وبديت بدايه مختلفه. انا بديت في التحفيظ، وكانوا يعني يخلونا نشد شيء بسيط. بعدين بعدها المدرسة، بعد المدرسة تدرجت إنه كنت أطلع على مسارح في مسابقات، وحصلت على المركز الأول مع شباب ما شاء الله تبارك الله، شباب معينين يعني كده كان لهم طابع. أتذكر إنه كانت على مستوى جدا ككل، فالحمد لله هذه بدايتي الحمد لله. جميل جدا. طيب حبيبنا فارس، أنت اسم على مسمى. الله يسعدك. أنت فارس في مجال الإنشاد. شكرا. وأعتقد أنك ما شاء الله فقت كثير من أقرانك مع أنكم بديتوا سوا. هل ممكن تقول لنا إيش أقرب نشيد لقلب فارس؟ كان في نشيد دائما كنت أنشده يقول يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان أنت الإله وأنت الواحد المنان، أسعدتني برضاك وهديتني بهداك فرغبت في تقواك يا ربي جل أولاك. الله 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 الله. طيب الله أنفاسك وزادك الله من فضلك. ما شاء الله تبارك الله فارس، صوت ما يختلف عليه اثنين. حاب أسألك سؤال أخير في نهاية هذه الاستضافة السريعة والبسيطة، فين يشوف نفسه فارس بعد 5 سنوات؟ الحقيقة الواحد يعني يتمنى، والتمني لازم يكون فيه سعي لهذا التمني. إذا تسعى إنك إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد 5 سنوات يعني على مستوى نفسك وعلى مستوى مهنتك وعلى مستوى موهبتك اللي انت يعني دخلت فيها، اتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى انه فارس يصل الى ما يصبو اليه من تقديم لبرامج، من ان شاء الله باذن الله تعالى من كليبات ورعاه لهذه الكليبات، لانه انت تعرف مجالنا يعني الواحد لازم يكون له يعني رعاه عشان يوصل للحاجه اللي هو يبغاها. جميل جدا، ان شاء الله باذن الله تعالى تصل الى مرادك، وان شاء الله نشوف فارس في المكان اللي يتمناه واحسن باذن الله تعالى. طيب فارس، كلمه اخيره في ختام هذه الحلقه لجمهورك، للناس اللي بتتابعك، للناس اللي بتتابعنا الان في برنامج سمعنا صوتك. اقول شكرا اول شيء لك يعني على استضافتك هذه الجميله، شكرا للقناه اللي يعني ايضا رحبت بفارس السيد في هذا اللقاء، والشكر للجمهور اللي تابعنا. الواحد يعني يقول اللهم اكتب لنا الخير اينما كان، وهذا مكان خير، فالواحد لازم يقدم الخير دائما وابدا. شكرا للجمهور، شكرا لاهل اللي يتابعوني من خلف الشاشه، الله يسعدكم جميعا، الله يعطيكم العافيه. الشكر لله اولا واخرا، ثم الشكر لك حبيبي فارس على قبول الاستضافه ورحابه صدرك. للامانه كنت ضيف خفيف ظل، استمتعنا جدا والجمهور كذلك استمتع، وايضا الشكر للساده المشاهدين على حسن استماعهم لنا. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهذه الحلقه، انا شخصيا استمتعت، وان شاء الله نعيدكم ان القادم في هذا البرنامج راح يكون اجمل وافضل مع برنامج سمعنا صوتك باذن الله. مش حتقدر تقفل اذانيك. شكرا، هذه مشاركه احمد الحبشي، المايك لك احمد.
احمد ما شاء الله تبارك الله، يعني اتوقع انه سيسرق الاصوات يعني، وكذلك سيسرق ايضا مجالات الاذاعه. جيد رائع، له بصمته كما ذكرت انه كل مذيع له بصمته، احمد ايضا زرعها وظهر بشخصيته. كذلك عنده البشاشه واركان البرنامج من افتتاح وتقديم المحتوى والختام كان رائع جدا. التحضير والالمام، لاحظ انه كانت الورقة موجودة بس إنه قاعد يطرح الأسئلة كارتجال، هذه تدل على المذيع الناجح، هو فنان يعني واختار موضوع جدا. وكذلك أيضا كان عجبني إنه مصطلح طبعا يسمونه أكيد يعني حقين الإنشاد والفن السلطنة، كان فبالتالي يعني يتمايل مع شخص على إنه ما شاء الله تبارك الله إنه شخص رائع. الشيء الجميل لديه أنه كان حاضر في بتلوينه البصري أمام الشاشة وكذلك أيضا مع ضيفة. الشيء اللي كان أتمنيته منه أنه كان تعابير كانت رائعة، البادي لانجوج كان جامد، الجمود هذا مشدود شوية، أيوة الجمود هذا يقتل بعض المرات السادة المشاهدين، فيبتعد يقول له أنه ليش، حاول أنك تحرك يدينك مع الممارسة أتوقع الموضوع هذا، ولا هو أيضا يعتبر بيرفكت ما شاء الله تبارك الله، بالتالي سيسرق الأضواء من المنشدين والمذيعين. كلمة بسيطة؟ إذا سمح لك أحمد أنا سمح لي تفضل. أول شيء شكرا لكلامك وذوقك ولطفك، والله أنت إنسان عسل وتنقط عسل. ملاحظتك في محلها، بس يمكن أنا بنيت إنه كأنه برنامج، ففي اللقطة اللي ينشد فيها مثلا فارس أو يتكلم فيكون في كلوز عليه. الله. فأنا ما أصلا يعني مثلا تخيل هو يتكلم وأنا أسوي كذا. حتى في الحديث كان في البداية أصلا في البداية. في بداية كلامي كان في جمود. مشاهدين الكرام يدك هذه دقيقة ثابتة، حاط خلينا نقول لك حضورك وقوتك هنا في الثقة. جميل. فمثبت يدك، فبالتالي المفترض أن مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله، حرك الورقة. أيوة. لا أنت تعتبر بيرفكت. جميل. الله. أستاذ أحمد الورقة عندك.